قناة حشانكم ومن أول حلقة من أكلات رمضانية مع الشيف جنى. اليوم راح نسوي حلقة سهل وبسيط، ثلاث مكونات فقط، وتابعوا ويانا الفيديو. وهسه راح نضيف ضرفين من الكريم شانتيه وراح نحطهم بهاي الكاسة وراح نضيف وياهم مي، بس أهم شي لازم يكون المي بارد. أوكي جايز، ويلا تابعوا ويانا الفيديو. وهسه راح احط الماء بالتدريج واخلطهم. تضيفون اي نوعية قشطة عندكم حتى تسخن الخليط. هسه نضل نخلط 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 حتى لمن يصير الكريم شانتيه جاهز وبالقوام المضبوط. وهذا قوام الكريم شانتيه بعد ما سويته، وهسه راح احطه 15 ساعة بالفريز. اطلقا اطلقا. ايوه يا ضنايا. هذا قوام الكريم شانتيه بعد ما سويته، هسه راح احطه 15 دقيقة بالفريز. هذا الحركة ما تخلي بالفعل. بعد ما طلعنا الكريم شانتيه من الفريزر، الله باعوا قوام الجنن. هسا راح نقسم الخليط نصين، وراح نحط هوت شوكليت او همات عادي اذا تحطون شوكليت اذا تحطون مستحيل. ويلا نسوي. وهسا راح احط طبقة من كريم شانتي. هسا راح نخلي طبقة بسكيت. هسه راح نخلي الطبقة الأولى من البسكت وراح نخليه بشكل متساوي. وهسه راح نخلي طبقة كريم شانتيه فوق البسكت. أخير شي راح نخلي طبقة كريم شانتيه. هنا عندنا مي حار راح نضيف عليه جيلي بطعم الفراولة. هذا كان الشكل النهائي للترافل. إذا جربت الوصفة اكتبوا لي بالتعليقات. شكلها لذيذ، هسه راح اجربها وانطيكم رأيي.
الطعم كلش يجنن ولذيذ، وأنصحكم تجربوها. بعد شلون دا اكل هالقد ما طيبه؟ قبل ما ننهي الفيديو لا تنسون اللايك والشير والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. وبس يلا باي.